يرفض مهدي أن يقال له إنه معوق ويطلب مناداته بمتحدي الإعاقة، رجل يعيل زوجة وولدين ويكد كغيره من الرجال السليمين. أنا لا أعد نفسي معاقا أبدا، ويجب أن أكون حاضرا في المجتمع لأثبت نفسي. لم ولن أرضخ للأوهام وأجلس في منزلي ضعيفا منكسرا، فأنا أعمل وأمارس الرياضة أيضا. ذوو الإعاقة هم القلب النابض لهذا المعمل، فالجميع ينتج هنا وكل بحسب قدرته يعمل، ولا تنوي إدارة المصنع إدخال آلات حديثة إليه لتوفر أكبر قدر ممكن من فرص العمل لهذه الفئة من الناس. الكثير من الأعمال لا يحتاج إلى الرؤية لإنجازه. الإعاقة لا معنى لها من وجهة نظري، فأنا أعمل 8 ساعات في المصنع وفي منزلي لدي أعمال فنية أقوم بها. تجمعهم علاقات حميمة، وإن كان هناك من لا يستطيع التعبير عنها بلسانه. بعضهم لا يزال جديدا على العمل، إلا أن جميع هنا يعملون كعائلة واحدة، ورب هذه الأسرة لا يختلف عنهم في شيء. هدفنا في المصنع ليس ربحيا بمقدار ما هو إنساني، وهذا هو ربما سبب توفيقنا ونجاحنا. هنا لا ننتج مواد التنظيف فقط، بل ننتج القيم الأخلاقية أيضا. أتمنى أن تعمم هذه التجربة في كل أنحاء العالم. يشكل ذوو الإعاقة نحو 92% من الطاقة البشرية للمعمل، وهو عمل يساعدهم على إكمال مسيرتهم التعليمية. هنا يحول هؤلاء الأشخاص إعاقاتهم إلى طاقة منتجة، هنا يثبتون أنهم ليسوا عالة على أحد، بل بإمكانهم أن يكونوا جزءا فعالا من مجتمعهم. مالك عابد، محافظة قزوين، الميادين.